مكتب الأمن الداخلي في منطقة أو مدينة سبها، وهذا بفضل الله وفضل الأعمال اللي قدمتها القوات المسلحة لإعادة الأمن وبسطة سيطرة الدولة على هذه الأماكن. واجتمعنا بمنتسبي الجهاز في المنطقة، وكانوا على مستوى جيد من الوعي والفهم وتحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت وجهناهم للتعاون وتفعيل المهام المكلفين بها بشكل صحيح، والتعاون مع قيادة القوات المسلحة في المنطقة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وكذلك القيام بأي أعمال من شأنها أن تساعد الأجهزة القوات المسلحة على مواصلة أعمالها. الوضع العام في المدينة جيد وممتاز، والأمن مستتب، وهناك تعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تتواصل تقدمات والانتصارات القوات المسلحة لأجل بسط الأمن والأمان في كل ليبيا ولتأمين الوطن والمواطنين.